تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما والقواسمة، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا ونرحب بمشاركتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأول فقرة مستمعين الأعزاء ناخذ معاكم فقرة السوشيال ميديا، وللتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. يا أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح السعادة وصباح الإيجابية أستاذة أسماء. صبحكم. نبدأ بتغريدة تم وضعها من حساب المجلس التنفيذي، وهي: نبارك الجهات الحكومية الفائزة في تقييم برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن أفضل موقع إلكتروني، تطبيق ذكي ومركز اتصال. ونحن بصراحة سعداء في هيئة الصحة أن الهيئة فازت من ضمن أفضل مراكز الاتصال في حكومة دبي، وأيضا أنهم كان ثلاث فئات ومن كل فئة فيها ثلاث فائزين. هاي من ضمن الأشياء اللي حابين نبارك لي الجميع سواء في هيئة الصحة، وأيضا نشكر المتعاملين على يعني ثقتهم الكبيرة فينا نحن. نعم. المعايير اللي كانت يمشون عليها هي مثلا تجربة المتعامل، كيف الاتصال سواء كان عن طريق القنوات الاتصال المباشرة أو المؤتمتة، فهاي يعني في مجموعة من المعايير اللي يتم تقييم الجهة الحكومية فيها. أيضا من ضمن الأشياء اللي خاصة قنوات التواصل الاجتماعي هي إن نحن يعني نتمنى من الأشخاص أن فعلا شو أشياء بدينا نحط، شو أشياء لازم يسوونها ويتجنبونها في العيد، مثل ما قلنا نتجنب زيارات خصوصا لكبار المواطنين والحمل، يعني كبار مواطنين وحمل لازم هذا مو ما يطلعون من البيت، ونتمنى أن ما حد يزورهم لأنهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض. أيضا من ضمن النصائح المهمة عدم إعطاء العيدية الأوراق النقدية خلال العيد، لأن ويسجلونها بالأشياء الرقمية، وأيضا اللقاءات كثر ما يقدرون يخلونها إلكترونية ويتواصلون مع بعض من خلال الخدمات الذكية. أيضا يعني نحن كلنا مسؤولين عن بعض، الموضوع مو بس المؤسسات هي تسويها، لكن تكاتف الجمهور واتباع الإرشادات الوقائية، حتى لما يطلع نيكولا بس كمامات القفازات، عدم يكون تجمعات أكثر من 5 أشخاص، هالأشياء كثر ما كان يعني أشخاص ملتزمين كل ما كان الموضوع بيكون أسرع وأسهل على الجميع سواء كمجتمع أو كمؤسسات. أيضا من الجميع أيضا هناك خدمات إلكترونية ذكية اللي هي خدمة طبيب المواطن وخدمة دوائي،
هاي تفيدهم ياخذون فشاة والدواء يوصلهم للبيت، يقدرون هذا عن طريق تحميل تطبيق حياه صاحب دبي، ويقدرون ياخذون مواعيدهم دون اتصال لمركز القطان. ايضا مركز دبي تبرع بالدم، حاليا نحن مو بس في مركز دبي تبرع بالدم، ايضا في نادي الوصل اللي يحاول يتبرع واللي عنده القدرة على التبرع نتمنى منه أنه يتبرع فدائما دائما فصائل الدم جميعها مطلوبة، لأن هناك أشخاص يستخدمونها بشكل يومي يحتاجونها يوميا من مثل أصحاب أمراض الدم وغيرها. فنحن نتمنى من الجميع اللي يقدر يتبرع بالدم يتبرع. هاي كانت يعني ملخص اليوم، ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذ أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء، أذكركم بالاستفادة أيضا من الخدمات المتميزة من هيئة الصحة بدبي، مبادرة طبيب لكل مواطن، وأيضا مبادرة دوائي وخدمة الواتساب. ويمكنكم الاتصال للاستفادة من الخدمات هاي على الرقم المجاني الموحد لهيئة الصحة بدبي على 80342. وأيضا ذكركم بمبادرة قطرة دم تنقذ حياة إنسان، بإمكانكم الاتصال على نفس الرقم 80342 وأخذ الموعد والتبرع بالدم. أوقات أيضا أوقات العمل الفترة الصباحية من الساعة 7 إلى 1:30 مساء، وأيضا هناك الفترة المسائية من 7 مساء إلى 12 منتصف الليل. مستمعين الأعزاء، عندنا فقرتنا التوعوية عن فوائد الشرب في شهر رمضان المبارك مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفاف جمعة، ولكن بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء، خلكم ويانا فاصل وراجعين. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم، سهلا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا نذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 600551414 عبر رسائل النصية القصيرة SMS 4006. قبل أن نأخذ مستمعين الأعزاء فقرة التوعية مع الأستاذ عفاف جمعة، بنأخذ معاكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالة الأنباء. هل ينتقل كورونا في البحر وأحواض السباحة؟ مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة تغري الشواطئ والمسابح العديد من الناس حول العالم، لا سيما في البلدان التي بدأت بتخفيف قيود الحظر منعا لتفشي فيروس كورونا، إلا أن الخوف يبقى حاجزاً أمام الإقدام على تلك الخطوة التي تطرح العديد من المخاطر. وفي هذا السياق تطرح عدة تساؤلات: هل تنقل المسابح والمياه العدوى؟ وهل من الآمن السباحة في حمامات السباحة أو البحيرات؟ أو هل ينتشر الفيروس عبر الماء؟ للإجابة يجمع العديد من الخبراء على أن الماء ليس بالضرورة متعالي القلق. فقد أوضح مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية CDC بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 يمكن أن ينتشر بين الناس من خلال مياه حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام الساخنة أو المنتجعات الصحية أو أيضا مناطق اللعب المائية. إلا أن الطبيب أميش الباحث البارز في مركز جامعة جون هوبكنز للأمن الصحي أوضح أن الخطر لا يمكن في الماء نفسه بل في محيط أحواض السباحة. وقال أيضا: لا أعتقد أن حمامات السباحة أو البحيرات أو البرات أو بحر أو البحر تشكل سببا للإصابة المباشر بالعدوى، لكنه أضاف منبها: تذكروا أنه فيروس تنفسي، أي أنه ينتشر من خلال السعال والعطس أو أسطح اللمس. لذا فمن الواضح أنه إذا كنتم في حوض السباحة يضم مرضى بلا أعراض مثلا ولمسوا الأسطح في محيط المسبح كالكراسي أو الطاولات يمكن عندها انتقال العدوى، لكن الماء نفسه لا يشكل خطرا نهائيا.
ومستمعين الأعزاء ناخذ فقرتنا فقرة التوعية مع فوائد الشوربة في الصيام مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفاف جمعة. أستاذة عفاف صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير والنور والعافية، وتقبل الله طاعتكم وياك أخصائي التغذية عفاف جمعة من مستشفى دبي. يا مرحبا عفاف، وبنسمع منك إن شاء الله عن فوائد الشوربة في الصيام. تعرف نحن حبينا أن نتكلم عن الشوربة في الصيام، وطبق الشوربة من الأطباق الأساسية المهمة في رمضان. يمكن بالأوقات الثانية تكون طبق السلطة هو الأهم، لكن برمضان نحن قدمنا طبق الشوربة على طبق السلطة لأهميته الكبيرة. يمد الجسم بالسوائل، تعرف نحن صايمين فترة طويلة والجسم خسر كثير من السوائل، طبق غني بالمياه لأن الشوربة تحضر بكمية عالية، يتم إضافة كمية عالية من المياه والخضروات والأشياء الأخرى في مكوناتها، بالإضافة لأن طبق الشوربة يعطينا شعور بالشبع مما يحد من الإفراط في تناول الطعام والحصول والإحساس بالتلبك المعوي الذي صاحب كثرة الإفراط في تناول أصناف كثيرة ومتعددة من الأطعمة. الشوربة كمان مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف، لأنها تحتوي على وايد من العناصر الغنية، وخاصة أهمية الألياف وايد مهمة، خاصة تقل السوائل في فترة رمضان. تقل الألياف في فترة رمضان ممكن يتعرض الجسم للإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى أنها تحافظ على صحة الجهاز الهضمي لأنها سهلة الهضم. بنتكلم بعد، بعطيكم الحين أمثلة على الشوربات الصحية الأكثر شيوعا وانتشارا. يمكن كلنا نعرف أن تتقدم هذه الأطباق من الشوربة شوربة العدس. شوربة العدس هي شوربة في متناول الجميع، الكل يعني سهلة الإعداد، سهلة الاستخدام، وغنية بالبروتين وقليلة بعد وايد بالدهون. يعني كمية احتواء كوب واحد من شوربة العدس من الدهون تقريبا 1 جرام، يعني جرام واحد، مقارنة كمية البروتين اللي فيها يكون 25 جرام من البروتين، وكمية الحديد فيها وايد عالية من الحديد، لأن ننصح الأشخاص اللي يعانون من الأنيميا وفقر الدم أن شوربة العدس وايد غنية بالبروتين وقليلة بالدهون. والأشخاص النباتيين، في ناس وايد نباتيين يقولون ما ناكل لحم، ما نشرب شوربة دياي اللحم، فتكون لهم خيار يعني جيد. بالإضافة لأنواع أخرى من الشوربة اللي هي شوربة الخضار، ونعرف الخضار وايد سهلة في الهضم، ويمكن تتنوع فيها الخضروات وايد، فاصوليا، سبانخ، الجزر، البروكلي، هاي الأشياء كلها تحتوي على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة وايد عالية. بالإضافة إلى شوربة المرق والدجاج في وايد، واللحم في ناس يتناولونها، تكون غنية بالبروتين لكنها تكون دسمة ومشبعة بالدهون، فيفضل تخفيفها بكمية من المياه وإضافة أنواع مختلفة من الخضروات المتنوعة. نعم. أخيرا بتقدم النصيحة للأشخاص اللي هم يفضلون دائما البدء بطبق من الشوربات في شهر رمضان، إنهم يقوموا بالتقليل من استخدام كريمات الطبخ. يعني ممكن تزيد السعرات الحرارية وكمية الدهون في الشوربات عن طريق استخدام كريمات الطبخ والجبن، الجبن ومنتجات الحليب والألبان، لكن هاي تكون وايد دسمة بعد فترة صيام وايد طويلة. بالإضافة للتقليل من الإسراف في استخدام الزيوت، يعني يوم نعد الشوربة نحاول نستخدم الزيوت الغير مشبعة القليلة في الدهون، مثل زيت الزيتون، مثل زيت الزيوت العادية. في ناس يستخدمون الزبدة، السمنة، الدهن الوايد مشبع، فهاي الأشياء يفضل إنه التقليل منها. إضافة الخضروات، كل ما أضفنا الخضروات أو البقوليات كل ما أعطتنا قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية أقل. نعم، شكرا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفاف جمعة على المعلومات القيمة، كل الشكر والتقدير.
الله يعطيكم العافية، مع السلامة. أكيد، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بتكون معنا الدكتورة ندى الملا رئيس مركز ندى الحمر للرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، وبيكون محور حديثنا معها عن أهمية الفيتامين دي وكيف يقوي المناعة لمحاربة فيروس كورونا، وأيضا بنعرف عن مصادر فيتامين دي وفوائده والمشكلات الصحية التي تسببها نقص فيتامين دي. كل المعلومات هاي مستمعين الأعزاء بعد الفاصل، خلكم ويانا ورافق. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، موضوعنا اليوم عن أهمية الفيتامين دي وكيف يقوي المناعة لمحاربة فيروس كورونا، وبتكون معنا الدكتورة ندى الملا مدير مركز ندى الحمر للرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ندى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالخير والنور والإيجابية والأربعاء الجميل، يصبحوا إن شاء الله الخميس الونيس آخر يوم هذا أو نصف خميس إن شاء الله. إن شاء الله، طبعا البرنامج مشتاق لك دكتورة. إن شاء الله إن شاء الله، بعد ما نخلص إن شاء الله موضوع الكورونا نرد البرنامج ونقدم. والله كان ودنا نقدم برامج عن بعد، بس صعب جدا مع الهواء تكون أنت مقدم وبعيد، ومع المشاكل العيادة، فإن شاء الله أنت مو ما شاء الله صعب طولت أصلا مو مقصر، يعني ما أعطي البرنامج دي نكهة لذيذة وما شاء الله طريقتك ما شاء الله ما تقصر أنت. الله يبارك دكتورة وعليك زود، شكرا لك دكتورة. دكتورة طبعا مستمعين الأعزاء، دكتورة ندى الملا مقدمة برنامج صحة وسعادة مثل ما تعرفون، ولكن بسبب ظروف العمل جزاها الله خير وجودها في أرض العمل مثل ما يقولون في الميدان مع فريقها الطبي المميز. الحقيقة يعني نشكرها كل الشكر والتقدير لك دكتورة وفريق عملك على الجهود الجبارة اللي تقدمونها في الفترة الحالية بخصوص موضوع الكورونا فيروس. شكرا لك أخوي عبد الله على الكلام الطيب هذا، وهذا واجبنا ترى. في كل حرب هناك جنود، احنا احنا خط الدفاع، احنا احنا الجنود، واجبنا واحنا نخدم البلد ان شاء الله لاخر يوم، ونسوي كل اللي نقدر عليه ان شاء الله لي عشان المجتمع بكبره يتخطى هذه الجائحه. نعم دكتوره، طبعا نحن تحدثنا في الحلقات السابقه عن يعني كيفيه تقويه المناعه والجهاز المناعي، والفتره الحاليه يعني مهم بأن الإنسان تكون مناعته قوية، وتحدثنا أيضا معك ومع أيضا أخصائيات التغذية عن الجانب الغذائي وأيضا عن نمط الحياة كيف يقوي مناعة الإنسان بحيث أن تكون يعني الصحة العامة عند جيدة ومناعته قوية، وأيضا يعني الجهاز المناعي يكون قوي. اليوم دكتورة حديثنا معك عن الفيتامين دي كيف يقوي المناعة لمحاربة الفيروس كورونا، لو تحدثينا في هذا الجانب عن مصادر الفيتامين دي. طبعا الفيتامين دي ما يخفى على الجميع أنه هو أحد الفيتامينات الأساسية اللي الكل يعني ننصح الكل هو يأخذه ويحافظ عليه ويحافظ على معدله في الجسم ويستهلكه بالقدر المطلوب ويأخذه حتى توصيات الطبيب، لأنه هو أحد الفيتامينات اللي تدخل صراحة في عمل كل وظائف الجسم، كل أجهزة الجسم فيتامين دي يساعدها على أداء وظائفه بشكل أفضل، إن كان عظام، إن كان قلب، إن كان جهاز هضمي، إن كان كلى، كل وظائف الجسم. الفيتامين دال وعلاقته أو شيء الأغذية الغنية بفيتامين دال، في وايد من الأغذية الموجودة عندنا بشكل يومي، بعض الأسماك غنية بفيتامين دال، البيض غني جدا بالفيتامين دال، لكن الناس ترى دائما تركز على الأكل الغني بالفيتامين دال وتنسى صديق الفيتامين دال هو الكالسيوم. احنا نحتاج الكالسيوم مع الفيتامين دال، ليش؟ لأن الفيتامين دال والكالسيوم هم الأصدقاء اللي يساعدون عظامنا إنها تكون عظام أقوى، والعظام هو بناء هو أساس الجسم، وإحنا في دولة نرى فيها بعض حالات هشاشة العظام، العظام ما تكون قوية،
فدائما احنا بنقول على الناس كثروا من الاكلات تحتوي على الفيتامين ده، نفس البيض، الاسماك، البروكلي، ايضا يشربون منتجات الالبان اللي فيها فيتامين د، في بعضها مدعم فيتامين د وفيها الكالسيوم. فاحنا اخوي عبد الله بشكل عام شعب لا يستهلك منتجات الحليب بشكل كافي، يعني مو باساسي عندنا يوميا مثلا كوب الحليب واللبنه والاجبان، مو شيء اساسي عندنا بشكل يومي، فلازم ندخله في غذائنا اليومي، خصوصا الحليب المطبوخ. يعني الحليب المطبوخ، الحليب السائل لما احنا نشربه الجسم ما يلحق يستفيد من الكالسيوم والفيتامين د الموجود فيه، بينما لما يكون حليب مطبوخ نفس الروب، نفس الاجبان، لما اقول الاجبان قصدي الاجبان البيضه، مو بالمعاد مصنوعه اللي هي الصفراء. الصفرة هذه غير، نتكلم عن أجوان البيضة، نفس الفتة، نفس العكاوي، نفس الحلوم، كل هذه الأجوان غنية جدا بالكالسيوم وفيتامين د، فيساعد الجسم انه يستفيد منها لتقوية العظام. الحين الفيتامين د شو علاقته بالمناعة؟ للأمانة إلى اليوم ما طلعت دراسة واضحة تقول أن فيتامين د وين دوره بالضبط في الجهاز المناعي، لكن كل الدراسات أكدت أن الناس اللي عندهم فيتامين د قليل هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ومو بس الامراض العاديه، اكتشفوا في دراسات ان الناس اللي عندهم فيتامين د قليل اكثر عرضه للاصابه ايضا بامراض القلب. اكتشفوا انه فيتامين د معدل في الجسم يساعد على حمايه وظائف القلب، وايضا الناس اللي عندها فيتامين د قليل اكثر عرضه من غيرها للاصابه بامراض الجهاز التنفسي، منها ذات الرئه اللي تعرفون ناس النمونيا، منها الزكام، وطبعا جائحه الكورونا تعتبر نوع من انواع الانفلونزا او الزكام. فبما ان الدراسات بينت ان الناس اللي فيتامين د مالها ناقص عندها عرضه اكثر للاصابه بامراض الجهاز التنفسي، فهذا يحكم علينا ان نوصي الناس انهم يردون ياخذون الفيتامين د ويحافظون على مستويات فيتامين د في هالفتره لحمايه الجهاز التنفسي. طبعا هي مو حمايه 100%، لكن مثل يقول تحفز جهاز المناعه وبالتالي تحفز الجهاز التنفسي انه يقاوم الفيروس. هو اريد اقول ما يمنع الاصابه بالفيروس، عشان تكون معلومه واضحه عند الناس، اخذ فيتامين د ما يقينا من الاصابه، لكن تساعد جسمنا في الدفاع ضد الفيروس، بالتالي تقل خطر المضاعفات اللي تجي من هذا الفيروس. صحيح دكتورة. طبعا انت ذكرتي في حديثك بان يعني ضروري الحفاظ على مستوى الفيتامين د في الجسم، فخلنا نتحدث معاك دكتورة يعني المشكلات الصحية اللي يسببها نقص الفيتامين د، وما هي اعراض نقص الفيتامين ايضا. ممتاز. اول شيء نعرف الناس انه شو، سؤال جميل صح. سؤال جميل. احنا اول شيء اخوي عبد الله نعرف الناس شو المعدل الطبيعي للفيتامين د، يعني دائما الحين يقول لا والله هو ضمن المعدل ولا تحت المعدل. بالعاده حسب التوصيات العالميه ان معدل فيتامين د في الجسم لازم يكون من 25000 الى 30000، هذا المعدل المطلوب، المفروض ما يكون وايد اقل منه، شويه يزيد عليه ما في مشكله. احنا بالعاده نقول لين 50000 معدله في الجسم يكون زين، ما في مشكله. طبعا الفيتامين د مثل ما قلنا يدخل في وظائف كل اعضاء الجسم، يسوي نقص فيتامين د يسوي هشاشه في العظام، وهشاشه العظام على عكس يعرف يعني يفكرون الناس ما لها اعراض، هشاشه العظام ما لها اعراض، ما في الام في الجسم، ما في الام في العظام. مثل تكتشف ان عند الشخص هشاشه عظام لا سمح الله لو انزلق وطاح ويا له كسر، يكون الكسر من طيحه بسيطه، يعني الطيحه المفروض ما تسبب اي كسر. ايضا فيتامين د يدخل مثل ما قلنا في وظائف القلب. الفيتامين د مهم جدا للعضلات، الناس دائما تتشكى تقول احس جسمي دائما يعورني، عضلاتي دائما تعورني، وما يكون في سبب محدد، ممكن يكون نقص الفيتامين د لان العضلات تستهلك الفيتامين د خلال استخدامها اليومي، عضلات الريل وعضلات الايد وغيرها، حتى دماغنا يحتاج فيتامين د بنسب معينه. فجهازنا الهضمي ايضا في بعض الدراسات بينت ان الناس اللي فيتامين د عندها ناقص يكون عندها سوء هضم. بمعنى شو سوء هضم؟ معناه لما ياكلون يحسون الاكل يتسم معدتهم فتره طويله، عندهم دائما غازات، معدتهم دائما مش مرتاحه، ولما تسوي لهم تحاليل مال جرثومه المعده تشوف جرثومه المعده عندهم طبيعيه ما عندهم جرثومه، لكن تلاقي الفيتامين د مالهم ناقص، لان طبعا الجهاز الهضمي مكون اصلا من عضلات، فهذه العضلات لا تحتوي على كميه كافيه من فيتامين د، فعشان شيء لازم ياخذون فيتامين د. الاعراض فيتامين د بشكل عام مثل ما قلنا سوء هضم يكون فيه، بعض الناس فيها صداع، الام الجسم الغير مبرره، الشعور المستمر بالاجهاد، لما دائما الناس تقول احس كذا ما فيني طاقه طول الوقت، يعني انام زين اكل زين بس ما حد احس ان انا تعبان ومجهد وما فيني طاقه. فيتامين د احد الاسباب اللي تساعد ان الواحد يحس انه متعب وما في طاقه، فعشان كذا مهم جدا دائما احافظ على مستوى فيتامين د. ودائما اقول للمرضى يقولون مثلا دكتوره
ترى انا حللت قبل شهرين وطلع 30,000، قلت لي زين. رديت حللت عقب 5 شهور 6 شهور، طلع وايد ناقص، طلع 15، طلع 10. ليش نزل؟ الجسم يستهلك فيتامين د بشكل يومي، كل شيء نسوي، حتى لما نفكر، حتى لما نتحرك، حتى لما نهضم الاكل قاعد يستخدم فيتامين د، بالتالي فيتامين د ما راح يبدا ثابت عندك، لازم تكمل تاخذ فيتامين د طول العمر. ساعد ما يوصل معدل فيتامين د طبيعي هو 25,000 الى 30، لازم تاخذ الجرعه اللي يسموها تثبيتيه اللي تحافظ على مستوى فيتامين د مع الاستهلاك اليومي عشان ما يقل. صح، معناته دكتوره يعني من خلال حديثك بان يعني نسب الفيتامين د اللي مفروض تكون موجوده في الجسم، معناته انه بشكل يومي وبشكل مستمر تكون في المعدلات الطبيعيه على اساس ان الانسان يحس يعني جسمه صاحي وعنده يعني بشكل عام ما عنده اي مشاكل صحيه. دكتوره عشان طبعا في الظروف هاي مع يعني فيروس كورونا ووجود الناس مثلا في البيت وعدم خروجهم في البيت، وحتى لو ركزنا على فئة يعني كبار السن أو كبار المواطنين، كيف تنصحين يعني الفئة هاي وبشكل عام يعني فئة الناس بشكل عام عن يعني حصولهم على الفيتامين د، وأيضا يعني التركيز على جانب إذا كان مثلا التغذية مثل ما تفضلت هناك بعض التغذية أنه ممكن نحن نأخذها أو يعني نخليها في وجباتنا اليومية على أساس أن نحافظ على نسبة الفيتامين د اللي نحن نحتاجها في الجسم؟ طبعا وجود الناس عايشين في البيت لازم يكون عبارة عن العذر. القبل كان يقولون والله ما عندنا وقت نسوي رياضة وناخذ فيتامين د من الشمس، نحن مشغولين في الدوام. الحين معظم الناس غالة من بيوتها، وجودكم في البيت مو معناته ان احنا قاعد داخل البيت داخل البيبان المسكره وفي المكيف طول اليوم. نستغل الوقت، خصوصا الجو ترى اخوي عبد الله تلاحظ ليه الحين ليه فتره قريبه كان الجو الحين مقبول، يعني مو حار وايد، فيطلبون ريولهم مثل ما نقول بالعاميه، يطلبون ريولهم في الحوي، مو لازم اسير ممشى. طبعا ممشى حاليا احنا الفتره القريبه كنا نقول ما يصيرون عشان الاجراءات الاحترازيه، لكن لازم ممكن نتمشى في الحوي، ممكن نقعد برا في الشمس الصبح، النش الصبح نقعد برا من نص ساعة ربع ساعة، ناخذ من أشعة الشمس، نكون فيتامين د. هذا جدا جدا مهم، هاي فرصتهم عشان يستثمرون بالفيتامين د في هذه الفترة. وما ننسى طبعا النشاط الرياضي، ممارسة الرياضة بشكل عام تحسن وظائف الجسم عندكم بشكل عام. ترى لا نعلق كل شيء على بس فيتامين د، والله التعب والإجهاد وغيره فيتامين د قد يكون سبب للأعراض هذه، لكن أيضا نظام الحياة لما في أثر رياضة، ما في حركة، طول اليوم طايحين ياسين تلفزيون تلفون، هذا جدا يأثر في الجسم. بالعامية حنقول يبس الجسم، يخلي عضلات الإنسان يابسة، فيحس بعد دائما تعبان، مين يسوي حركة يحس عنده ألم ويحس بعد مش مرتاح، خصوصا الحين كبار المواطنين ما دام أنتم قاعدين معاهم في البيت. قبل شهرين كانوا يروح حاسم ياسين، فالحين أنتم شو تعالوا الصبح نشوف الصبح، تعالوا أمي تعالوا أبوي تعال نلف في الحوي شوية، تأخذ فيتامين د، تتعرض للشمس، نحسن وظائف الجسم، نحسن وظائف الرئة عندنا، فنتمشى شوية عشان نساعد جسمنا على أنه يكون فيتامين د. طبعا بالإضافة نحافظ على نظام حياة صحي، 3 وجبات في اليوم. أعتقد أفضل وجبة ممكن نشمل فيها الأغذية الغنية بفيتامين د هي الريوم، كم الأجبان والعسل والقشطة، بالعادة إحنا عندنا مكانها الريوم. غيري أنا أحب أتعشى ريوق، يعني أنا أحب الليل أتعشى ريوق، شايفكم كان ريوق جبن ولبنة واف الليل، فالصبح تريدوا هذا الأكل الغني بالفيتامين د والكالسيوم، القشطة والعسل، العسل بعد غني بالفيتامين د، خذ العسل الأصلي الزين والقشطة والأجبان وكوب الحليب كل يوم الصبح. في وايد ناس تتحاشى تشرب الحليب خصوصا الصبح، مثل ما قلت لك احنا مرتبط عندنا هالاشياء بالريوق دائما، يقول لك انا بصير الدوام والحليب يسبب لي شوي تخمه ويسوي لي شوي كسل، فاحذف منتجات الالبان من وجبه الريوق، بالتالي ما في فرصه ثانيه ياخذها، فندخلها الان تدريجيا في وجباتنا، ونحرص ان تكون منتجات البان كامله الدسم. المنتجات الالبان قليله او منزوعه الدسم، ما فيها الزيوت او الدهون اللي تخلي الجسم يمتص الفيتامين د، فاحرصوا على اخذ منتجات كامله الدسم، حتى اللي عندهم كوليسترول، الا لو كوليستروله جدا عالي او عنده مشاكل تجلطات وغيره والطبيب قال لازم تاخذ قليل الدسم او منزوع الدسم. بالعاده حتى منزوع الدسم ترى ما نشجع عليه دائما، حتى اخصائي التغذيه يقول لك قليل الدسم، لو انت الدكتور قال لك خذ قليل الدسم لان عندك مشاكل تجلطات مثلا او شيء ثاني، لكن 99% من الناس ممكن ياخذوا منتجات كامله الدسم.
الدسم، وقليل الدسم مو فرق وايد، يعني كوب حليب كامل الدسم اظن قليل الدسم اعتقد فيه 50 سعره، كامل الدسم تقريبا 110 الى 120، لكن هذه السعرات اللي شوي اكثر قاعدين نعوضها بان احنا قاعدين نستفيد من الفيتامين د الموجود، فناخذ منتجات كامل الدسم. نعم، ايضا دكتوره هناك بعض الاعتقادات بخصوص موضوع، وانت تحدثتي فيه في احدى اللقاءات عن زيت الزيتون، لو تكلمينا دكتور عن يعني طريقه اخذ زيت الزيتون والاساليب الصحيه، يعني اللي مفروض ان الانسان ياخذ زيت الزيتون بحيث انه يستفيد منه بخصوص موضوع الفيتامين د. طبعا زيت الزيتون ايضا من الاطعمه اللي فيها غنيه بفيتامين د، واشوف وايد من الناس مثلا تقول لك والله اخذ معقد زيت الزيتون على الريد الصبح، في وايد ناس يعني عندها طرق مختلفه لاخذ زيت الزيتون. ما ادري صراحه اللي ياخذ زيت الزيتون اول الصبح هذا يعني ما ادري ما يغطي على الكبده، والله ما يغطي على الكبده ممتاز، بس انا صراحه لو اخذته عادي يغطي على الكبده اسبوع قدام. فاسلم طريقه لاستخدام زيت الزيتون يا جماعه، صحن السلطه ليش؟ احنا دائما نفكر اخوي عبد الله ان نجمع الفوائد في طبق واحد، تستفيد تاخذ اكثر من فائده من طبق واحد، لو حضرت طبق السلطه اول شيء يعتبر نشاط عائلي، انت وعيالك تقصصون سلطه مع بعض رقم واحد. رقم اثنين تستفيدوا من الالياف الموجوده في السلطه، زائد ان بعض الخضروات اصلا فيها فيتامين د. رقم ثلاثه تحسن الهضم بفعل الالياف. رقم اربعه تعوض المياه اللي تتقدم من جسمك لان الخضروات غنيه بالمياه. ورقم خمسه تحط عليها ملعقه ملعقتين زيت زيتون وبتري وتعصر عليها ليمون مقصوص فريش، عصير نص ليمونه او ليمونه مقصوصه فريش، تستفيد من الفيتامين سي اللي في الخضره وفي الليمون. بالتالي صحن السلطه لو فكرنا فيه هذا عباره عن كنز من الفوائد، الفيتامين د حق مناعتك، والفيتامين سي حق مناعتك، والالياف حق هضمك، والنشاط العائلي ان شاء الله حق عيالك. صحيح. دكتوره حديثنا معك شيق، بس لو تعطينا قبل لا نختم يعني بعض النصائح لمستمعينا الاعزاء، وبالاخص يعني خلال الفتره هاي وجودهم في البيت، وكيف مثل ما تفضلت انت في البدايه يعني يستغلون الوقت الامثل والصحي في وجودهم في البيت، ولو ايضا نذكرهم بال يعني ممارسه الرياضه والنشاط البدني ايضا. هذا الوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت وعندنا عمل عن بعد ومعظم العوائل قاعده في البيت، يجب ان نعتبرها فتره ذهبيه. دائما اقول هالمثل، مثل ما احنا نوفر بيزاتنا بان احنا نودع في البنك، الحين وقت احنا نودع في صحتنا ونستثمر في صحتنا بتحسين نومنا. القعده في البيت مو معناها السهر لين الصبح، حتى في رمضان مو معناته السهر للصبح والرقاد للظهر. النوم عامل جدا اساسي لتقويه مناعتنا، الناس وايد تهمل النوم ما تحس انه هو يؤثر يعني مهم في صحتها. تحسين وجباتنا، قبل كنا نطوف وجبات بسبب العمل بسبب الدراسه بسبب الخطوط اللي كنا نروحها عشان الدوامات وغيرها، الان وقتك ان انت تستثمر بصحتك بتناول ثلاث وجبات متوازنه فيها السلطه وفيها منتجات الالبان وفيها كل المواد المفيده. ايضا الان الوقت انت تستثمر في صحتك بممارسه نشاط رياضي، ما يحتاج تشتري جهاز، ما يحتاج تشترك في الجيم، بس تكرمون دوتي رياضة يكون زين لمنع إصابات الظهر وإصابات القدم، وتمارسون رياضة في المحيط مالكم، ولو فتحوا الناس وسائل التواصل بيلاقون هناك بعض التمارين يسويها، حتى لو ساكن في شقة ما يحتاج حتى يكون عنده مكان يمشي، فلا تقول والله ما عندي حوي في شقته من غير أي أدوات. فنبغى نقول الناس استثمروا هذه الفترة للاستثمار في صحتكم، لأن باشر ترد الحياة عادية إن شاء الله ما راح يكون عندنا وقت ناكل باتزان، ننام عدل، نمارس الرياضة بشكل ممتاز، فاستثمروا الحين عشان يكون عندنا مخزون حق بعدين. نعم. الدكتورة ندى الملا مدير مركز ند الحمر الصحي بالرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك الحقيقة على المعلومات الجميلة والمفيدة، وشكرا لك ولفريق عملك المبدع الحقيقة لعملكم الجبار اللي تقومون به خلال الفترة هاي لوقاية أفراد المجتمع وعن الكورونا فيروس. كل الشكر والتقدير دكتورة ندى الملا. شكرا لكم، نهاركم سعيد. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد، وأذكركم أيضا بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة،
وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا، ودمتم في بيوتكم آمنين. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.